السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كدير الإخوان؟ لاباس عليكم بخير، أتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير، والله ييسر الأمور للجميع. تقريبا واحد الموضوع ظريف كيف تقولوا، إن شاء الله كما تتشوفوا المخضر هنايا، هذا يعني بأنه كاين واحد المنتوج هنايا إن شاء الله. يعني اليوم باغي نعطي الطيور ديالي هذا المنتوج، ألا وهو المورينجا. المورينجا الإخوان، الشجرة المعجزة اللي تعرفها ناس كتير، مزيانة لبنادم ومزيانة الحيوانات ولله الحمد. الدراسات الجديدة يعني، وباقين تدرسوا هاد الشجرة المعجزة اللي فيها بزاف الأشياء الإخوان اللي مفيدة لنا والطيور ديالنا إن شاء الله. فلهذا ما نحرموش الطيور ديالنا وما نتحرموش احنا منا، انا كذلك تحنا كذلك، هذا هو اللي كاين، انا تنشربها ولله الحمد، هذا هو اللي كاين. فلهذا بغيت نتطرق لهذا الموضوع هذا ان شاء الله، يعني ديال هذه الشجره المعجزه التي يعني لا تنفع لنا الطيور ديالنا ان شاء الله بصفه عامه، هذا هو اللي كاين، باش يبقاو في صحه جيده ان شاء الله على طول السنه، هذا هو اللي كاين ان شاء الله. فلهذا الاخوان يعني تقريبا هاد النبته هذه، هاد الشجره هذه، هاد الاوراق، انا بالنسبه لي انا تنشري بودر، تيكونوا بعض سميتو ما بغيت شريتهم من قبل من شحال هذه، ولكن بودره ما كاين محسن منها، وضعتها في قنينه ديال الزجاج، هذا هو اللي كاين الاخوان، اللي تتخلي الاشياء يعني ما تدخل على ميديت لا والو، هذا اللي كاين، ولكن خصها بد تكون في مكان اللي ما فيش السخونيه، هذا اللي كاين الاخوان. فلهذا ندخل في الموضوع ان شاء الله باش ما نطولش في هذا الفيديو هذا. يعني تنعرفوا اول شيء كل شيء تقلب عليه هو تقويه المناعه ديال الطائر ديالك باش تبقى في صحه جيده، يعني تنشط هذا المنتوج هذا، تنشط المناعه الاخوان، ولا كانت المناعه نشيطه راه الطائر راه يكون في صحه جيده، هذا اللي كاين. وعوتاني يعني محفز يعني جنسي، يعني بالنسبة للذكور والإناث، بالنسبة للذكور والإناث أنا تنعطيه على طول السنة الإخوان، هذا هو اللي كاين، يعني تنعطيه يعني مرة لمرتين في الأسبوع على حسب النظام الغذائي اللي غادي في هذاك الأسبوع، هذا هو اللي كاين الإخوان. يعني ممتاز للريش الإخوان، يعني الريش مرحلة تغيير الريش هذا راه مزيان الإخوان، تعطيه اليوم حتى ثلاثة المرات ما كاين حتى شي مشكل، هذا هو اللي كاين. يعني فيه بزاف ديال، فيه 18 ديال الاحماض الامينيه الاخوان، 18 ديال الاحماض الامينيه اللي تنعرفوا فوائد كثيره يعني للطائر. فيه تقريبا شي 15 فيتامينات طبيعيه ولله الحمد، ما فيها حتى شي حاجه ديال الكيماوي، هذا هو اللي كاين الاخوان. يعني شناهي 15 فيتامينات واملاح معدنيه واحماض امينيه، راه ما شاء الله، راه هادشي علاش سميوها يعني الشجره المعجزه. فلهذا الاخوان تقريبا فيها 7 ديال الاضعاف ديال فيتامين سي اللي تيكون في البرتقال، فيها الفيتامين الا اللي اكثر من الجزر، فيها البروتين، فيها الكالسيوم، فيها البوتاسيوم، فيها الحديد، فيها الفيتامين او، هذا هو اللي كاين الاخوان. يعني فيها المركبات يعني ديال سميتو شكون الفيتامينات ديال البي، يعني فيها البي 4، فيها البي 3، فيها البي 2، فيها المغنيسيوم، واخر حاجه اللي نذكرها ان شاء الله ممتازه للكبد الاخوان، ممتازه للكبد وللجهاز الهضمي الإخوان. فلهذا ما تحرموش الطيور ديالكم من هاد الشجرة المعجزة. بالنسبة لي أنا تنزيد عليها عسل حر، حاول يكون عسل حر الإخوان، لأنه إلا درتي عسل عادي راه تتعطيها السكر. فلهذا يعني حاول الطريقة شندير، تنغلي الماء، تندير يعني أنا بالنسبة لي اللتر ديال الماء
تندير تقريبا ملعقة صغيرة في ليطر ديال الماء هذا هو اللي كاين، تنخليها حتى تتبرد وتنعطيها للطيور ديالي، هذا هو اللي كاين، خليها تتبرد تعطيها للطيور. وبالنسبة لي انا ما تنخليهاش 24 ساعة، نحاول نزيلها في العشية ان شاء الله. هذا هو اللي كان الاخوان، اتمنى يعجبكم الفيديو، واتمنى الطيور ديالكم تكون في صحة جيدة ان شاء الله، وبالتوفيق هذا السنة ان شاء الله. وأسأل الله سبحانه وتعالى ان ييسر امورنا جميعا، وان يوفقنا لما يحب ويرضاه. والسلام عليكم ورحمة الله.